وكمان على مستوى الارقام انت عارف الفوز خارج الديار طبعا او خارج الملعب 41 فوز، ده كمان انجاز للنادي الاهلي ان هو بيكسر رقم كبير. هو صاحب الرقم اولا واخيرا انك بتكسب خارج ارضك 41 مره حتى على مستوى كل الفرق الافريقيه، ده رقم جديد يضاف لارقام النادي الاهلي. طالما جبت سيره موسيماني، كنت فوجئت بالتشكيل شويه وكلمك على الإدارة الفنية من خلال التشكيل اللي بدأ بيه موسيماني ومن خلال التغييرات. شفت أداء موسيماني النهاردة إزاي؟ أنا شايف أنه أدار المباراة بالطريقة الأفضل، ولذلك خرجت النتيجة بالشكل ده. لو اتكلمنا عن التشكيل ممكن تلاقي كل حد عنده رأي مختلف في حتة بداية، إزاي أنا أبتدي بمحمد شريف ولا أبتدي ببواليا ولا أدي طاهر من الأول، أبدأ بحمدي فتحي ولا أبدأ بالسولية في وسط الملعب. فاعتقد انه النهارده التشكيل اللي بدا بيه هو الافضل، وقدر ان هو يسجل هدفين بدري، والاهلي اهدر فرص كمان في الشوط الاول كتير. كان ممكن النتيجه تخلص 4-0 الشوط الاول لو الفرص اللي تواجدت تم تسجيلها وتحويلها لاهداف. فاعتقد انه التشكيل كان كويس. التغييرات هو برضو اجبر على بعض التغييرات، زي ما شفنا النهارده الخبطه اللي اخدها محمد شريف، او هو وقع بسبب ارضيه الملعب ففضل انه ما يغامرش بيه برضه. وفي النهايه محمد شريف ادى ما عليه في المباراه دي وسجل هدف يعني رائع، وده اول هدف للاهلي في على ارض الكونغو، اول هدف للاهلي على الملاعب الكونغوليه. فبرضه الاصابه نفسها كان ضروري انه يتم التبديل ده. لو شفنا كمان ايمن اشرف بعد كده، خاف برضه على ايمن طبعا، لانه ايمن اشرف من افضل العناصر اللي موجوده، ولو ان برضه لو اتكلمنا عن اللعيبه على المستوى الفردي حتى النهارده كل لعيبة أجادت. يعني أيمن أشرف أجاد، بيكهام لما نزل أدى مباراة جيدة جدا وعنده كورة وعنده ثقة، وده بيفرق كتير مع اللعيب خصوصا لو في مركز بيكهام. شفنا النهاردة ياسر إبراهيم بيأدي مباراة على أعلى مستوى. يعني أنا شفت النهاردة دفاع النادي الأهلي بره أرضه قدام فريق بيهاجم كتير، لكن الأهلي قادر أنه هو يدافع بشكل إيجابي وأنه كمان يمنع كل الفرص ويخلق هجمات، وده اللي ما كانش موجود. يعني الواحد وهو كان بيتفرج كده كان الصورة بتروح لماتش سيمبا، بتروح وتيجي. اعتقد النهارده النادي الاهلي كل السلبيات اللي ظهرت في مباراه سيمبا اعتقد النهارده اختفت تماما، على العكس استفدنا منها. عمليه الضغط في وسط الملعب كانت اكتر من رائعه، عمليه استغلال الفرص هتتكلم دلوقتي، يمكن جالنا كان ممكن نحقق نتيجه افضل كمان، لكن عدد الفرص اللي جت بالنسبه لعدد الاهداف مقبول جدا مقارنه بالفرص اللي ضاعت. تقارب الخطوط كمان، تقارب الخطوط بشكل اكتر من رائع. طب من كل دوت عايزك برضو تقول لي انت من وجهة نظرك الابرز، مش هنقول بقى نجم المباراة، الابرز في المباراة من وجهة نظرك كان مين من لعيبة النادي الاهلي؟ لا انا شايف انه في لعيبة كتير، ومش يعني ما اقدرش ان انا اظلم لعيب بان انا اختاره، لكن انا شايف الشناوي كالعادة في اعلى مستوياته. عندنا مان اوف ذا ماتش، ما هو بيطلع مان اوف ذا ماتش في اعلى مستوياته. عندنا ياسر ابراهيم برضو مازال في اعلى مستوياته في المباراه دي، بدر بنون خط الدفاع بالكامل. شفنا حتى على المستوى الهجومي حتى والتر بواليا لما نزل في عمل والله شغل كويس، ادى بشكل كويس، كان ايجابي جدا على المرمى، وصنع الجول الثالث لطاهر محمد طاهر. فاعتقد انه الفريق كله يتقيم النهارده انه 10 من 10. صحيح، وده مهم جدا ان كمان الثقه ترجع لفرقتنا، وان الفوز كان مهم جدا للمشوار. طب نتيجة مباراة النهاردة، مباراة النادي الأهلي وكمان مباراة سيمبا وفوزه على المريخ 3-0، تبين ملامح المجموعة بشكل أكبر، ولا أنت شايف أن لسه شوية؟ يعني خليني أقول لحضرتك أنه النهاردة لو بصينا للمجموعة شايفين أن سيمبا دلوقتي متصدر وفرق 3 نقط عن النادي الأهلي. سيمبا 10 نقاط بالظبط، والأهلي 7 نقاط. نادي سيمبا أنا شايف أنه خرج كل اللي عنده في الأربع ماتشات اللي فاتوا، ونادي سيمبا عنده تجربة جيدة في الكرة الأفريقية، وغير مدربه قبل دور المجموعات على طول، لأنه مصعد بسيمبا هو سفين فاندنبروك، وده مدرب بلجيكي كان مساعد هوجو بروس في منتخب الكاميرون لما خد أمم أفريقيا. بعد كده جه ديديه جوميز، وديديه جوميز كان اشتغل مع نادي الإسماعيلي هنا واشتغل مع المريخ السوداني برضه. فالتغيير ده ما أثرش كتير لأنه نادي سيمبا عنده عناصر جيدة. المدرب اللي موجود مدرب برضه اشتغل في افريقيا واشتغل مع المريخ واشتغل في الدوري المصري، فعنده جزء. النهارده ماتش سيمبا والمريخ، سيمبا تفوق بسهوله، لانه برضه النادي المريخ بيمر بازمات فنيه متتابعه من قبل البطوله.
بالرغم عن إدارة فنية جديدة للمدرب الإنجليزي كلارك ودخوله للمريخ على رأس القيادة الفنية، ما أثرش، شايفين ما أثرش؟ هقول لحضرتك ليه يا كابتن هاني، يمكن أنا أعرف لي كلارك من فترة طويلة. لي كلارك وقت ما كنت بشتغل مع نادي هال سيتي الإنجليزي كان هو بيدرب بيرمنجهام سيتي في الشامبيونشيب الدرجة الأولى. وهال سيتي نفتكر احنا كسبناه 5 بالمناسبه يعني في الـ في الـ في الموسم ده، وجده جاب جولين وكانت مباراه كبيره. لي كلارك من المدربين اللي اشتغلوا على مستوى يعني اعتقد انه افضل فتراته هي فتره بيرمنجهام سيتي وهدرسفيلد تاون، ودول اكبر فرقتين دربهم وكانوا في الدرجه الاولى. بعد كده ما دربش خالص بريمير ليج خالص، وبعد كده مستواه كمان ابتدى التدريب يقل لانه بيدرب فرق في الليج 1 وفي الليج 2، وده بيقول ان هو كانش مهتم شويه بتطوير نفسه، ممكن ما جالوش العروض المناسبه. يعني سقفه التدريبي كان كده. انه ياخد مغامره التدريب في افريقيا دلوقتي اعتقد ان هي مغامره كبيره قوي على لي كلارك في الفتره الحاليه. كان المفروض مثلا يروح فريق في ظروف افضل، لكن طبعا هو جات له فرصه المريخ. اعتقد انه على ما يتعرف على الكره الافريقيه وعلى ما يبتدي يقنع لاعبي المريخ ويقدر ينقل لهم فكره الكروي وانه يشتغل على تطوير اللعيبه، هيكون الامور بالنسبه له صعبه شويه. فرصته الوحيده للظهور هي مباراه النادي الاهلي، انه هيلعب النادي الاهلي في السودان، فاكيد هيحاول يطلع كل اللي عنده كل اللي عنده. طب انا ده هتاخدني لمشوار المباراتين اللي جايين لمباراه النادي الاهلي. اولا هيبقى مع المريخ السوداني في السودان. الناس كل الناس بتقول لا خلاص المباراه مضمونه والمباراه سهله ما فيش مشكله هنروح نكسب يعني. انت شايف المباراه ازاي؟ لا ما عندناش مباراه سهله وما عندناش مباراه مضمونه في دوري ابطال افريقيا ولا حتى في الدوري المصري. ايوه في الفتره الحاليه كل الفرق بتحاول تطلع كل اللي عندها قدام النادي الاهلي سواء في افريقيا وسواء في الدوري المصري، فاكيد الاهلي بيبقى عامل حسابه محضر كويس، مدرب هيبقى شغال على المباريات انه عاوز يدخل يكسب كل مباراه. فما يعني الواحد ما يقولش انه ممكن مباراه تكون مضمونه سواء المريخ او مباراه سيمبا في القاهره، لكن اعتقد ان النادي الاهلي قادر على انه يفوز على سيمبا في القاهره وانه كمان يفوز على المريخ في السودان، لانه هو النادي الاهلي زي ما شفنا النهارده انه بيقدر يكسب بره ارضه مع فريق بينافس برضه ما زال عنده امل المنافسه على مركز مؤهل للدور التالي. فاعتقد انه لا المباراه مش تكون سهله، مفيش مباراه لا سواء سيمبا او المريخ، واعتقد انه الاهلي قادر على الانتصار في المباراتين.